تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية، هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال الأربع وعشرين ساعة من ضبط 363 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 85 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط قرابة 24 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 34 طنًا وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط قرابه ثمانيه عشر طن سلع غذائيه كما تم ضبط 481 وثمانين قضيه من بينها 110 وعشره قضايا خبز ناقص الوزن و وتسعين قضيه خبز غير مطابقه للمواصفات